درجات حرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام وأجواء صيفية معتدلة نهارا والطقس يكون لطيفا في معظم مناطق المملكة والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية. مساء الخير. إذا تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام وتكون الأجواء صيفية معتدلة في معظم مناطق المملكة، وبالنظر إلى خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب نجد أنه مع مساء يوم الأربعاء وحتى يوم الخميس تبقى درجات الحرارة حول إلى أقل بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في أغلب مناطق المملكة. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان. في الليل أجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 19 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 17 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة فالأجواء تكون معتدلة كما نشاهد، درجات الحرارة تبقى عند 28 درجة في ساعات النهار يوم الأربعاء والخميس والجمعة، أما ليلا تتراوح درجة الحرارة ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة ونبدأها شمالا من إربد، 32 إلى 20 ليلا في المفرق، 32 إلى 19 في جرش، 32 إلى 20 وفي عجلون من 30 إلى 18 درجة مئوية في ساعات الليل. في العاصمة عمان 28 إلى 19 في الزرقاء، 32 إلى 20 في البلقاء، 29 إلى 19 في مادبة، 28 إلى 19 أجواء حارة في البحر الميت من 38 إلى 27 درجة مئوية في ساعات الليل. جنوبا في الكرك 30 إلى 19 في الطفيلة، 28 إلى 19 درجة مئوية، معان 32 إلى 21 في جبال الشرى، 27 إلى 17 أجواء حارة أيضا في العقبة من 40 إلى 28 درجة مئوية في ساعات الليل. في المناطق الشرقية 37 إلى 23 في رويشت، في الصفاوي 36 إلى 22 وأخيرا في الأزرق 36 إلى 22 درجة مئوية في ساعات الليل. كانت هذه أبرز المعلومات التي وردت لدينا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.